بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، القرآن العظيم كتاب الله جل جلاله وكلماته، أنزله الله عز وجل على رسوله الخاتم النبي الأمي العربي رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونزل عليه هذا الكتاب مفرقا، ولم ينزل جملة واحدة، ليكون بآياته معالجة تلك الأحداث التي مرت بدعوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وليكون في ذلك تثبيت فؤاده صلى الله عليه وسلم. وهذه حكم عظيمة ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم، حكمة لنزول هذا الكتاب منجما مفرقا، وأنه لم ينزل دفعة واحدة. وها نحن في هذه السورة العظيمة المباركة، سورة آل عمران، رأينا كيف كانت آيات القرآن العظيم ترافق هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في حدث ذا شأن، وهو وفد نصارى نجران، وكيف كان في وسط ذلك الحدث أيضا أحداث أخرى جانبية مع فئة أخرى من أهل الكتاب وهم اليهود، وقد كان عدد من قبائلهم يسكنون المدينة وقت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها، بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع، فكانوا يسكنون المدينة النبوية، وكان لهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم مواقف ومواقف. وقد وقفنا مع شيء من ذلك عندما تدارسنا آيات سورة البقرة، وأن هذه القضية أيضا أخذت حيزا من تلك السورة الكريمة المباركة، ما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قبائل اليهود في المدينة النبوية. مر معنا ذلك المسار الذي تبين لنا كيف عرض خبر وفد نصارى نجران في صدر هذه السورة الكريمة المباركة، سورة آل عمران. والآيات التي نقف معها اليوم، من العلماء من قال أن الخطاب فيها، أي في هذا المقطع من هذه الآيات المباركات، والتي تبتدئ بقول الله عز وجل: ودت طائفة من أهل الكتاب
لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. فمن علماء التفسير من قال أن المقصود بالطائفة من أهل الكتاب هنا هم اليهود، وأيضا المقصود فئة منهم وهي رؤساؤهم وأحبارهم. ومن المفسرين من قال بل هو على العموم، وأن هذا هو الشأن منهم قيامهم بهذه الأعمال، وإن كان القول الأول له من القوة من حيث نزول هذه الآيات وبعض الأحداث التي مرت وذكرها العلماء كأسباب نزول لها، حيث من العلماء من ذكروا أن هذه الآيات نزلت في معاذ بن جبل وعمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان، ثلاثة من خيار الصحابة ومن جيل الشباب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن اليهود أي الذين كانوا يسكنون المدينة دعوهم إلى دينهم، دعوهم إلى دينهم فنزلت هذه الآيات. فإذا هي تخبر عن واقع عملي وعن قضية وحدث، وأيضا هذا الحدث دل على أن المخاطبين بهذا هم اليهود الذين جاوروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. وإن كان أيضا عدد من المفسرين يقولون كما قلت أنه الشأن والحال أن هذا الأمر يكون من الفئتين، سواء كان من اليهود أو من النصارى. فهذه الآيات التي نقف معها والتي هذه أول آية فيها، إذن هي تخبر عن عملية قام بها هذه الفئة من أهل الكتاب، عملية سعي لتضليل المسلمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن فئة من أهل الكتاب هم من قاموا بذلك، هم من قاموا بذلك. وتخبر الآيات أن هناك وسائل اتخذت تحت هذا الهدف وهو التضليل، فمنها ما تعلق بجانب التضليل الإدراكي الفكري العلمي المعرفي، والذي هو لبس الحق بالباطل، الحق الواضح الأبلج البين الظاهر، فإنهم يعملون على إدخال الباطل ليكون جزءا من ذلك الحق فيلتبس به حتى يكون الباطل والحق شيئا واحدا، فيخلطون الحق بالباطل ليكون ذلك شيء واحد. فإذا هي عملية إدخال ودس ومخادعة في هذا الباب، وهذا ما يذكره الله عز وجل في قوله يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل. إذن هذه وسيلة تخبر الآيات أن هذه الفئة من أهل الكتاب سلكتها، فإذن هو التضليل الإدراكي الفكري المنسوب إلى المعرفة والعلم. الوسيلة الثانية كتمان الحق الذي يعلمونه من كتبهم، كتمان الحق فيما يتعلق
بصدق نبوة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. كتمان الحق فيما يتعلق بهذا الكتاب القرآن العظيم، كتمان الحق فيما يتعلق بعقيدة الإسلام وبالحنيفية السمحة ملة إبراهيم، وأنها ملة الأنبياء بعمومهم من أنبياء بني إسرائيل. فالله عز وجل يخبر أيضا عن هذه الوسيلة وهي كتمان الحق، وهذا في قوله عز وجل: وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. والإنسان لا يكون إخفاؤه للشيء يسمى كتمانا إلا وهو يعلم ما في هذا الشيء من قيمة أو من مزية، وأنه يريد أن يخفي هذا الأمر عمن كتمه عنه. فإذن هو فعل عن علم، فعل عن علم، ولذلك قال الله: وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. أما الوسيلة الثالثة وهي أمر عجيب أن يفعله الإنسان بهذا الكيد والمكر، الوسيلة الثالثة وهي أنهم يتفقون فيما بينهم أن تأتي فئة منهم وتعلن أمام الملأ إسلامهم بين يدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنهم يأتون ويعلنون أنهم أسلموا وأنهم صدقوا بنبوته ورسالته وبالكتاب الذي نزل عليه وبالعبادات التي شرعت له، وأنهم يقومون بهذه الأمور قولا باللسان وعملا أمام الناس. طيب، ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك، بعد أن يرى الناس منهم هذا ويسمعوا منهم هذا، يعودون إلى علمائهم وكأنهم رجعوا وتدارسوا معهم وسمعوا منهم، وأنه تبين لهم أن ما كانوا عليه من إعلان الإسلام والعمل به أنه تبين لهم أنه ليس بصحيح، فيرتدون عن الدين وعن الإسلام ويعودون إلى ما كانوا عليه. وماذا في هذا العمل؟ في هذا العمل مخادعة للمسلمين وإغراء بمن أسلم حديثا، وأنه ينظر إلى هؤلاء الذين جاءوا وأنهم كانوا راغبين في طلب الحق وأنهم أعلنوا إسلامهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم تبين لهم الحق أن ما هو عليه ليس بصواب وأنه ليس هو النبي الخاتم، ولذلك تركوه وتراجعوا، فكأنهم براء وأنهم يريدون طلب الحق وأنه ليست قضية عداوة، ولذلك هم أسلموا، فيخدعون الناس بهذا العمل ثم يتراجعون، فعندها يكون بعملهم هذا أنهم يصدون أناسا عن الإسلام، وأيضا أن هناك أناس قد يتراجعون مثلهم عن الإسلام، وأيضا قضية ثالثة وهي وضع الشبهة في قلوب البقية. فهذه ثلاث وسائل أخبرت الآيات أن هذه الفئة من أهل الكتاب سألتها، فعلتها، وسلكتها، فلذلك صدرت هذه الأعمال بقول الله عز وجل: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولاحظوا هنا
ابتدأت الآيات بقول الله عز وجل: ودت طائفة. ودت من الوداد والمودة، وهي يعني إذا أحب الإنسان شيئا فإنه يوده، والود من الحب، الود من الحب. وأيضا في اللغة يأتي الود بمعنى التمني والرغبة الشديدة، يأتي الود بمعنى التمني، أي أن الإنسان يتمنى ذلك الأمر، التمني والرغبة الشديدة. وفي هذا النص الود هنا بهذا المعنى، لذلك قال العلماء: ودت بمعنى تمنت. وفي ذكر الود في صدر هذه الآية دلالات، فدل أو دلت هذه الكلمة على أن ما سيقوم به هؤلاء الناس ليست قضية عابرة، ولكنها قضية مستقرة في نفوسهم، أن يضلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها قضية في أعماق قلوب هذه الفئة من أهل الكتاب، فهي ليست قضية عابرة. وأيضا أن من كان يود الشيء، وكما قلنا وهي الرغبة الشديدة، فإنه لن يقف عند الوسيلة الواحدة، ولن يقف عند الطريقة الواحدة، ولن يقف بعد المحاولة الواحدة، إذن هو سيفعل ذلك متكررا، لأنه له رغبة شديدة في أن يصل إلى مراده، وسينوع الطرق لأن له تعلق شديد في أن يصل إلى تلك النتيجة. واضح؟ إذن هو الود ماذا سيدفعه في باب سلوك العمل؟ أنه سيفعل ذلك بثبات على مدى طويل، لأن قلبه متعلق به، راغب فيه رغبة شديدة، يوده. والأمر الثاني مع أيضا الثبات، ليس ثبات على وسيلة واحدة، بل هذا الود سيجعله يبحث عن كل وسيلة ويفعل كل وسيلة تمكن منها. ولذلك كلمة الود إذن هي أعطت دلالة على أن انطلاقهم عن قناعة وعن رغبة شديدة في 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 هذا الأمر، وأنه ليست قضية عابرة. هذه الأولى. الثانية أيضا قضية أو كلمة الود أفادت أن ما سيكون بعد ذلك من عمل سيحركه الود، ليكون له من حيث الزمن الديمومة والاستدامة، ومن حيث أيضا التنوع في الوسائل، فإن الود يجعله لا يقتصر على وسيلة واحدة، بل سينوعها. فلذلك قال الله عز وجل: ودت طائفة. والطائفة هنا بمعنى الفرقة والجماعة، يعني فئة وجماعة من الناس يجمعهم، ولذلك الطائفة يعني بمعنى أنه يجمعهم مذهب واحد ورأي واحد، اتفقوا فيه على شيء واحد. وعندما يكون قضية الود نسبت إليهم جميعا، إذن أنهم كلهم جمعهم هذا الود في إضلال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن جمعهم، والعياذ بالله، هذا التعلق وهذه الرغبة الشديدة في ماذا؟ في إضلال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فإذن هي وليس رأي شخص واحد،
بل أن هذا الأمر اشتركوا فيه وبهذا الأمر كانوا طائفة، كانوا طائفة أي جماعة من الناس. ودت طائفة من أهل الكتاب، من أهل الكتاب، وكما قلت أن من العلماء من قال أن المقصود بهذه الطائفة أنهم فئة من اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة، ومنهم من قال الأمر على عمومه سواء كان من اليهود أو من النصارى، من النصارى. ودت طائفة من أهل الكتاب، نسبتهم إلى أهل الكتاب بما يكون يعطي الدلالة، أولا على أن فعلهم وضلالهم بعد علم، وهذا أقبح في ارتكاب الجريمة والخطأ أن الإنسان يرتكبها عن علم، عن علم. فهؤلاء إذن هذا فعله. وأيضا من العلماء من قال ذكر أهل الكتاب حتى يبقي دائما بهذا الخطاب حبلا عله أن يكون سببا في رجوعهم إلى الحق وقبولهم للحق، وأنه لا يليق بمن أنزل عليهم الكتاب أن يفعلوا مثل هذه الأفعال الشنيعة ومثل هذه القبائح المرذولة، أن يكون الإنسان يترصد لإضلال الآخرين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، والضلال يأتي بمعنى التيه والحيرة والتحير، كما قال الله عز وجل ووجدك ضالا فهدى، هو عندما تختلط على الإنسان الأمور وتصيبه حيرة. وأيضا يطلق الضلال على ترك الحق ومفارقته والوقوع في المعصية، والتي أكبرها الإشراك بالله عز وجل، ثم الكبائر وهكذا، ثم الكبائر وما بعدها. فإذا هذا ضلال. وأيضا يطلق الضلال ويراد به الهلاك، وهذا كما قال الله عز وجل وهو يخبر عن مشركين وأنهم قالوا وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، فهنا الضلال بمعنى الهلاك، أي إذا هلكوا وماتوا هل سيعودون مرة أخرى؟ فإذا الضلال يأتي بمعنى التحير، الضلال يأتي بمعنى مفارقة الحق وترك الحق وفعل ما هو ضد الحق من المعصية التي أكبرها وأعظمها الإشراك بالله عز وجل، ثم الكبائر، ثم غيرها من الصغائر. فيقول الله عز وجل ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. وجدنا أن من المفسرين من ذكر أن المراد بقوله جل جلاله لو يضلونكم أي يردوكم يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يردوكم إلى ما كنتم عليه من الكفر. ولذلك كانوا يقولون لكفار قريش، وهذا الإضلال، عندما سألوهم قالوا هل ما, 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 ما نحن عليه، أي كفار قريش، هو الحق أو ما عليه محمد عليه الصلاة والسلام، مع أن كفار قريش لم يكونوا يهودا ولا نصارى،
وكانوا مشركين يعبدون الأصنام، ولكن والعياذ بالله حتى لا يقبل الناس الحق الذي جاء به النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، فلذلك كانوا يقولون لقريش أنتم على الحق. ثم هنا يخاطبون من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويريدون أن يخرجوهم من ذلك الحق ويردوهم إلى ما كانوا فيه من الباطل والضلال. لو يضلونكم، بمعنى إذن يردوكم إلى كفركم، وأيضا يصدونكم عن هذا الحق والعمل به. وأما من قال بأن الضلال هنا بمعنى الهلاك، فيصبح يضلونكم لأن من قبل دعوتهم ورجع بعد إسلامه إلى ما كان عليه قبل إسلامه، فيكون قد اختار لنفسه طريقا يقوده إلى الهلاك يوم القيامة. فباعتبار المآل، من قال أن الضلال هنا بمعنى الهلاك، فيكون هو إخبار عن المآل لمن قبل هذا الأمر منهم وترك دين الإسلام ورجع إلى الكفر، فيكون سلك طريقا يقوده إلى الهلاك، وإن كان المعنى الأول هو الأظهر والذي عليه أكثر المفسرين، أن المقصود لو يضلونكم بمعنى يردوكم إلى كفركم ويصدونكم عن القيام بالحق والعمل به ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، يقول الله عز وجل وما يضلون إلا أنفسهم. هذه الآية وهذا التعقيب في هذه الآية الكريمة وما يضلون إلا أنفسهم، فإنه يؤسس لتلك السنة الربانية ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهؤلاء الذين أرادوا إضلال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يردوهم عن الحق الذي شرح الله عز وجل صدورهم له، وعن الإيمان الصادق الذي تمثل في قلوبهم بإيمانهم بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام وبالقرآن الذي نزل عليه، وإيمانهم بربهم جل جلاله الذي أرسل لهم هذا النبي وأنزل عليه هذا الكتاب. فبهذا الفعل القبيح يقول الله عز وجل إن الأمر سينعكس عليكم، سينعكس عليكم، فيقول الله عز وجل وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، وما يضلون إلا أنفسهم. إذن فلن يكون مفارق للحق إلا هم، أو على القول الثاني وما تهلك أنفس إلا أنفسهم، وليس أنفس من أرادوا إضلالهم، وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. فإذن هم يخبرهم الله عز وجل أن تلك الأمنية التي دفعتهم إلى ذلك العمل، إلى ذلك العمل، فإن العاقبة ستعود عليهم بالسوء، بالسوء. ثم يقول الله عز وجل وما يشعرون، فهم لا يشعرون بفعلهم ذلك أنهم أضلوا أنفسهم
والشعور هنا بمعنى أول إدراك الشيء يسمى شعور، ونفي الشعور عنهم وهم لا وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون فهم في غفلة وعمى. وهذا يعطي دلالة على أن الإنسان والعياذ بالله إذا استحكم فيه مرض الحسد، وإذا تمكن منه مرض الكبر، فإن بصيرته تنعمي، وإلا أن يصبح الإنسان هدفه أن من يعمل خيرا هدفه هو أن يترك الخير، لا أن يتحول فقط معه، ليست قضية عنده، ليست قضية أن ينتقل هؤلاء الصحابة من الإسلام إلى اليهودية أو النصرانية، ليس هذا مقصوده، فقط العبرة أنهم يفارقون الأمر الذي هم عليه الذي هو الإسلام، ولو رجعوا إلى أحوالهم في الجاهلية. ولذلك إذا نظر الإنسان من هذا مقصوده، أي نصح في قلبه، أي رحمة، ونجد في الجهة المقابلة الصحابة وهم يسلكون دعوة، يعني طريق دعوتهم، ما هو المقصود؟ هل المقصود فقط أن يترك اليهودية أو النصرانية؟ لا، وإنما القضية أن يقبل الحق الذي في الإسلام، وأن يقبل هذا الهدى الذي جاء من عند الله، وهي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم وخطابهم. ولذلك كما مر معنا أنهم جاءوا وقالوا: يا محمد، أنت تريد أن نترك، يقول اليهود، أن نترك اليهودية لنعبدك من دون الله، والنصارى يقولون تريدنا أن نترك النصرانية لنعبدك من دون الله. فلذلك جاءت الآيات السابقة التي وقفنا معها، ويخبر النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال لهم: ما بهذا بعث، وإنما بعثني الله لكي تعبدوا الله. ولذلك قال الله: قل، هنا عندما هم الآن يقولون هذا، فيقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. قل لهم هذه رسالة السماء، وقل لهم هذه رسالة الإسلام، وقل لهم هذه دعوة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، كلمة سواء ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ذلك هذه هي دعوة هذا الدين ودعوة هذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. والعبرة أن يخرج الناس من الضلال لينتقلوا إلى الحق، وليس فقط أن يفارقوا الأمر الذي هم عليه ولو اتجهوا أي اتجاه. ففي قوله عز وجل: وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، فهم والعياذ بالله بسبب مرض الحسد والكبر الذي استحكم في قلوبهم، فهم في غفلة حتى فلا يشعرون أن ذلك الفعل إنما هو إضلال لأنفسهم، إضلال لأنفسهم هم، إضلال لأنفسهم هم. فيقول الله عز وجل: وما يشعرون. فإذا هم يمارسون ذلك العمل، سادرون في غيهم، يقومون بتلك الأعمال التي يريدون من ورائها إضلال المهتدين، وكأنهم يمارسون هدايتهم إلى الحق بهذه الغفلة وبهذا العمى الذي وقعوا فيه وأدخلوا أنفسهم فيه. ولذلك سبحان الله،
الإنسان لو تفكر في دعوة الحق وأهل الحق وماذا يجدون وكيف يعبرون، لنرى الفارق من أناس ود قلوبهم أن يفارق أهل الحق الحق لأي طريق ولأي واد يهلكوا فيه. وهذا شأن هذه الفئة من أهل الكتاب. أما أهل الحق فننظر ماذا قال الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وماذا يعاتبه فيما كان يجد في نفسه من الألم من هؤلاء الذين يعبدون الأصنام قومه، وأنه يدعوهم إلى الحق فلا يقبلون، فيجد من الألم في نفسه حتى تكاد روحه تخرج، فيقول الله عز وجل له: معاتبا له صلى الله عليه وسلم: فلعلك باخع نفسك على آثارهم، أي تكاد أن تهلك نفسك. هذا شأنه صلى الله عليه وسلم، هذا شأنه، وهذه رحمته، وهذا وضوح الطريق في التعامل مع من ضل، أنه يعود إلى الحق، وليست أن صاحب الحق كيف يترك الحق ليضل وليفارق الحق الذي هو فيه وليترك الخير الذي يفعل. وهكذا أصحابه. ولذلك من لطائف العبارات التي تنقل في هذا الباب ما ذكر عن عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد العالم العابد، قال: وددت، هنا هؤلاء ودوا كما ذكر الله عنه، وعمر بن عبد العزيز يقول عن نفسه: وددت. ما هو الود الذي كان في قلب عمر بن عبد العزيز؟ واسمعوا لنرى الفارق بين قلب المؤمن الصادق المسلم وبين هؤلاء. يقول: وددت لو أن لحمي يقرض بالمقاريض، أي يقطع بالمقراض قطعة قطعة. قال: وددت لو أن لحمي يقرض بالمقاريض وكلما قطعت قطعة من جسدي طبق الناس سنة حتى يكون آخر قطعة من جسدي مع آخر سنة يطبقها الناس. يقول: أتمنى برغبة شديدة لو فعل بي هذا الأمر، أنه يقطع وهو حي جسده قطعة قطعة وينزع قطعة قطعة ويتحمل الألم، مقابل هناك فرح يجده في نفسه وهو أن الناس تركوا سنة فيعودون إليها ويطبقوها. كان يقول الحسن البصري، يقول: أخبرني بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل قال: لو شئتم لنقسمن لكم بالله أن أحب عباد الله الذين يحببون الله إلى عباده ويحببون عباد الله إلى الله ويسعون بين الناس بالنصيحة. وكان منهم من يقول: أن يدخل الكافر في الإسلام أحب إلى قلبي لو أهديت لي سواري المسجد ذهبا، الساري الأعمدة. يقول: لو تحولت، ويخبر وهو في مسجده، يقول: لو تحولت هذه السواري إلى ذهب وخيرت أن تكون هذه السواري التي صارت ذهبا لي أو يدخل إنسان واحد كان كافرا بالله ثم يدخل إلى الإسلام ويقبل الحق، يقول: لاخترت أن يدخل هذا الإنسان إلى الإسلام. إذن هذه القلوب
التي تربت على هذا الكتاب وهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي يخبرنا الله عن وده أين يتجه، ثم هنا يخبرنا الله عز وجل عن ود هذه الفئة من أهل الكتاب ما هو؟ أن يضلونكم، فيقول الله عز وجل لهم محذرا، ويقول الله عز وجل مبينا لسنته وأنه يجازي، فيقول الله وما يضلون إلا أنفسهم، أنهم بفعلهم ذلك حقيقة الأمر إنما هم أضلوا أنفسهم، فهم على ضلال فزادوها ضلالا على ضلالها. ما هو الضلال الذي زادوها؟ عندما أرادوا وودوا أن يخرج أهل الحق عن الحق وأن ينقاد أهل الحق للباطل، فهو فعل أثيم فينتقل إلى جرائمهم فيكون زيادة في ضلال أنفسهم، وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، فهم في عمى، فهم في عمى والعياذ بالله. ثم يقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. فالخطاب هنا أعم، فالخطاب للجميع. هناك قال ود الطائفة أن يفعلوا ذاك الفعل الشنيع، وهنا يقول الله عز وجل يا أهل الكتاب، فهل المقصود نفس الفئة؟ من المفسرين من قال نعم، ومن المفسرين من قال أن الأمر فيه عموم، لأن ما أخبر هنا فهو موجود فيهم كلهم، وهو الكفر بآيات الله، إذ وقعوا في الشرك وكفروا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو في هذا الوصف منهم كلهم. وإن كان المقصود ابتداء المخاطبين بالآية الأولى، ولكن لما كان هذا الوصف لهم كلهم، وحتى لا يفهم أن هذا العمل فقط منهم، فلذلك جاء بصيغة العموم وليس بالتبعيض، فيقول الله عز وجل يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب. وهنا أيضا نجد أن هذه الآية يا أهل الكتاب لم تصدر بقول الله عز وجل قل، أي لم يقل كما هناك قال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، فهنا يقول الله عز وجل مباشرة وكأن والخطاب من الله عز وجل لهم يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله، وهذا يعطي دلالة على أهمية هذا الأمر، على أهمية هذا الأمر، وأيضا يشعر المخاطب بعظم الجرم الذي ارتكب، وأيضا يوقفه أمام مسؤولية عظيمة، فالله عز وجل هو الذي يخاطبه بهذا الكلام ويخاطبه بهذا الأمر يا أهل الكتاب. ثم الله عز وجل أيضا يعبر عنهم بهذا الاسم، أي عودوا إلى عقولكم وارجعوا إلى الحق يا أهل الكتاب. لما تكفرون؟ هذا الاستفهام الذي يتضمن توبيخ وعتاب شديد
يدل على قبح ما فعلوا وارتكبوا. يا أهل الكتاب لم تكفرون؟ ما الذي دفعكم؟ وما الذي برر لكم؟ وما الذي أغراكم؟ ومن الذي أوعز لكم أن تكفروا بآيات الله؟ ثم الأصل في الآية ظهورها ووضوحها ووضوح الدلالة فيها. هذه الآية كآية، فكيف بها وهي منسوبة إلى الله؟ لم تكفرون بآيات الله؟ وما المقصود بآيات الله التي كفروا بها؟ آيات الله كتبه، آيات الله رسله، آيات الله المعجزات التي أيد بها الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، هذه آيات الله، لأن الكتب هي آية ترشد إلى الله جل جلاله، الرسل آية ترشد إلى الله جل جلاله، المعجزات آية ترشد إلى صدق الرسل الذين يرشدون إلى الله جل جلاله، هي آيات. فهل المقصود هنا بآيات الله هذا كله؟ من المفسرين من قال تكفرون بآيات الله بكتب، الكتب التي أنزلها الله. طيب كيف كفروا اليهود بالتوراة وكيف كفر النصارى بالإنجيل وهم يقولون أنهم يتبعون؟ فهؤلاء يقولون نحن نتبع التوراة وهؤلاء يقولون نحن نتبع الإنجيل. كفرهم يوم أن حرفوا الكتاب، وكفرهم يوم أن يخفون ما في الكتاب من الحق، وهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. ومر معنا شيء في هذه السورة وفي سورة البقرة، شيء أيضا كثير فيما تعلق بهذا الجانب من أفعالهم، واضح؟ فلذلك إن قلنا الكتاب كيف هنا؟ لذلك من المفسرين من قال تكفرون بآيات الله، قالوا كفرهم بآيات الله أن الله عز وجل أخبرهم في كتابهم وكان مما هو موجود، لم يحرف عن نبي آخر الزمان، ولكن كانوا يظنون أنه منهم، ولذلك ذكر الله عز وجل عن أهل الكتاب أنهم يعرفون هذا النبي كما يعرفون أولادهم وأبناءهم، لا يخفى عليهم هذا الأمر، وهذا يعطي دلالة على أن هذا أمر كان باق في كتبهم، ذكر النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام وأوصافه. ولذلك عبد الله بن سلام كيف عرف النبي عليه الصلاة والسلام؟ بأوصافه التي كان يقرأها في كتبهم، فعرفه بأوصافه، عرفه بأوصافه رضي الله عنه وأرضاه، فهم يعرفون. فلذلك من المفسرين من قال لما تكفرون بآيات الله؟ فهنا قالوا المقصود ما في كتبهم التي يقولون أنهم يؤمنون بها، وفيها وصف رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم أخفوا ذلك وكفروا به، أخفوه عن الناس، ثم هم لم يؤمنوا به وهو موجود في كتبهم، واضح؟ فلذلك فيقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لم تكفرون؟ والكفر هنا، الكفر في اللغة بمعنى التغطية، ولذلك يسمى الزراع كفار،
الزارع يسمى كافر لأنه يضع الحبة في وسط الأرض ويغطي عليها، فالكفر بمعنى التغطية. فلذلك يا أهل الكتاب لم تكفرون؟ فإذا هنا تتضمن الكلمة إخفاء للحق، تتضمن الكلمة تكذيب للحق، تتضمن الكلمة جحود للحق، وهذا موجود في الكفر. يا أهل الكتاب لما تكفرون؟ لما تكفرون؟ فالله عز وجل يخاطبهم مباشرة بدون التصدير بكلمة قل، أي يا محمد قل لهم، وإنما الآن اسمعوا، فالله عز وجل يقول لكم يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله، فهي آياته وهي أدلته وهي براهينه، منها ما هو موجود في كتبكم التي بين أيديكم، ومنها ما يتلى عليكم في هذا الكتاب الخاتم القرآن العظيم، ومنها ما يقول، ما أيضا يقال لهم رأيتموه بأم أعينكم من المعجزات التي كانت تجري على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك كله أنتم تكفرون، فيقول الله عز وجل لهم في هذا الاستفهام لما تكفرون. وأيضا عندما قال يا أهل الكتاب لما تكفرون، بمعنى أن كفرهم هذا ناتج عن عناد ليس عن جهل، فهم يعلمون لأنها آيات الله وهم يدركون أنها من آيات الله، ولكنهم والعياذ بالله لا يفعلون ذلك إلا عنادا، ويعملون بخلاف الحق. وفي قوله تكفرون، وما قال لما كفرتم، وهنا ذكر العلماء لطيفة، قالوا هو أيضا إعلام بأن كفرهم متجدد في كل وقت، كفرهم متجدد، لما تكفرون؟ فقد حصل منهم قبل نزول الآيات وعند نزول الآيات وبعد نزول الآيات، لما تكفرون؟ فإذا أنه أمر متجدد وهو مرتبط بالآيات، وأعطى ذلك دلالة والعياذ بالله على القبح، لأن الإنسان قد تأخذه يعني نزعة الغضب لحظة فيرد الحق، لكنه بعد أن تهدأ النفس بعد أن أخذته العزة فإنه يعود، لكن هؤلاء والعياذ بالله فعلهم مستمر وكفرهم دائم، فلذلك جاء بفعل المضارعة الذي يعطي الدلالة على قضية الاستمرار، لما تكفرون؟ ثم أن كفرهم بآيات الله كما قلت يدل على قبح أيضا هذا الكفر، أنه جاء كفر أمام أمور واضحة ظاهرة بينة، ثم يزيد الأمر في الدلالة على قبح ما فعلوا بقوله وأنتم تشهدون. وأنتم تشهدون أي أنه في كتب أنبيائكم الحق فيما تعلق بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه هو النبي الخاتم، ومع ذلك أنتم لم تقبلوا ذلك، عرفت؟ فأنتم وثم ما يقال للشاهد شاهد إلا ماذا؟ إلا بعد أن يكون قد عاين ورأى وسمع. فإذا أنتم تجدون في كتابكم وصف هذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، وترون ما هو مكتوب عندكم أصبح شيء منظور إليه من قبلكم، وأنتم تنظرون إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، إذن أصبح الأمر في منتهى الوضوح والظهور، فلذلك يستحقون هذا العتاب وهذا التوبيخ والتلويم. ثم ما سيكون بعد ذلك عرفت من محاسبة
من المحاسبة والمجازاة إذا ما رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى ووقفوا بين يديه. ولذلك هنا تأتي إذن هؤلاء هم أهل كتاب، ثم هناك آيات الله، ثم أن تلك الآيات قد شهدوها فاجتمع لهم جانب المعرفة لما هو مكتوب في كتبهم، وجانب الرؤيا لما رأوه من أوصاف النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما هو مكتوب عندهم في كتبهم، ومع ذلك كفروا ولم يقبلوا، كفروا ولم يقبلوا. إذن ثم ماذا؟ ليتهم بقوا حتى على ذلك، بل ويسعون إلى من قبل الحق الذي علموا أنه حق، يسعون لإخراجهم من ذلك الحق الذي هدوا له. إذن تلك القلوب ما هي؟ وذاك الحسد والحقد الذي في تلك القلوب ما هو مدى؟ والكبر الذي هو غمط الحق إلى أي مدى كان في قلوبهم؟ فلا هم بالذين قبلوا الحق وقد عرفوا ذلك، ولا هم بالذين تركوا أهل الحق وقد علموا أنهم على حق، ثم يظلون يصرون على كفرهم ويصرون على إضلال أهل الحق. إذن في هاتين الآيتين يخبرنا الله عز وجل عن هذه النفوس التي جمعت والعياذ بالله هذا السوء بهذا المستوى، وهذا القبح في تلك النفوس وفي تلك العقول إلى هذا المستوى، لا هي بالنفوس التي قبلت الحق ولا التي تركت أهل الحق. فنسأل الله أن يهدي قلوبنا للحق وأن يثبتنا على الحق، إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.